يعني هاي مباريات زي هيك بتلعب اكثر شيء بالروح مش بالتكتيك. احيانا لازم تكون عندك شويه تركيز او اكثر تركيز في هاي المباريات حتى تقدر تاخذ هاي المباريات. الحمد لله ادينا علينا في الشوط الاول والشوط الثاني، ان شاء الله انه بكون القادم احسن في المباريات القادمه ان شاء الله. مقابله صعبه صراحه. المنتخب العراقي منتخب اللي هو قوي وايضا كان يستحق يعني التواجد يعني في الدور المقبل، لكن بالمقابل احنا لعبنا الاوراق ديالنا يعني بالطريقه ديالنا، دبرنا يعني مجريات اللقاء بطريقه ذكيه. الحمد لله انه اللاعبين كانوا مركزين بالشكل المطلوب، حاولنا يعني نمتصوا ربما في واحد اللحظات ديال الضغط ديال الفريق الخصم، حاولنا اننا نمتصوا يعني هذاك الضغط خاصه يعني من ناحيه الدفاعيه، وعرفنا يعني التوقيت اللي غادي نردوا فيه خاصه يعني في المرتدات. الحمد لله انه اكدنا المستوى اللي درنا به منذ البقاء المقابله الاولى، وتنظن انه المجهود اللي بذلناه خلانا اننا نستحق ان نكون يعني في الدور المقبل. اول شيء يعني الحمد لله انه كنت يعني سبب فرحه الجميع بالمباراة هاي اني سجلت الهدف. يعني الشوط الاول والشوط الثاني قدمت اداء جيد الحمد لله يعني، وكان تركيز كثير عالي في المباراة وجميع اللاعبين كانوا مركزين، وتوجنا جهودنا يعني بارض الملعب مع انه كنا متاخرين يعني، لكن ظلينا مركزين والروح موجودة والقتالية موجودة، وقدرنا نخطف المباراة في اخر الدقائق الحمد لله.